اهلا بكم من جديد، معكم سماح. الليله هعمل لوك باستخدام باليت مورفي اللي كانت بالتعاون مع جاكلين هيل. دي العلبه من وراء، الالوان كلها مكتوب فيها الاسامي بتاعتها. دي العلبه من جوا، طبعا الوانها رائعه رائعه. العلبه دي هستخدم اول حاجه اللون الانتقالي، لون بني، باخده بالفرشه وبنفض عشان ما يكون في باقي باودر. بحطه دايركتلي على العين وببدا ادمج بفرشه كبيره فلافي شعره كتير. تاني هستخدم لون البني اول، بعد كده اللون الاخضر. بالمناسبه اللوك ده ما استخدمت نهائي فيه هو اي شادو برايمر. بفرشه صغيره هاخد من اللون البني وهنفض برضو كالعاده مباشره على الكريس بتاع العين. الكريس الجزء اللي فيه العظمه او الجزء الطوالي بيكون منقول ما بين الجفن المتحرك والثابت. بفرشة برضو فلافي كده ببدأ أدمج. أهم شيء في الآي شادو الناجح الدمج، على أساس إنه الألوان تكون مموهة وتكون محددة، يعني مخطوطة كأنها مخطوطة بمساطر كده. لازم يدمج تماما وما تكون باينة أي حدود للون. هستخدم بعد كده اللون الأخضر. عايزة أعمل اللوك بإنه أخلي اللون الغامق الأخضر دي موجود في الأوتر في للعين والإنر في، والجزء في النص يكون فاضي للون الجاي بعد كده. إنر في وأوتر في في جزء من الباودر بتاعت الاي شادو وقعت على وشي، ببدا انفضها بفرشه. بعد كده ببدا ادمج اللون اللي خطيته الاخضر. هشيل من اللون الانتقالي بنفس الفرشه الاولى. المهم زي ما قلت لكم الدمج على اساس انه الطرف بتاعت اللون اللي اتخطه يكون موه ما يكون واضح، والدمج بيكون يا ماشي جاي يا بشكل حركات دائريه. واختي فيه اطول وقت ممكن الدمج على اساس انه بس يطلع حلو ونظيف وموه. الخطوه اللي بعد كده هاخد اللون الاخضر الشمري دي من العلبه بفرشة صغيرة وبللتها في الأول بموية عادي. ومباشرة في الجزء منتصف الجفن خليته فاضي من الألوان. شوفوا اللون قوي كيف. ألوان جاكلين هيل جميلة جدا، وعندها ميزة بإنها ألوان قابلة للبناء، ألوان بالضبط، يعني كل ما تخط طبقة اللون بيبقى أغمق. ببدأ أجيب فرشة وأدمج الأطراف بتاعت اللون الأخضر اللي خطيته أول مع اللون الجديد الجليتري دي، على أساس إنه بس ما يكون فيه برضو أطراف حادة. حبيت إنه أخلي النظرة أعمق، زدت من اللون الأخضر شوية في الكريز وبدأت أدمج تاني.
متابعه من بعيد. حبيت ازيد اللون الشمري شويه في الليتر عشان يبقى اوضح، يعني منتصف العين كده نص الجفن يكون فيه لمعه كده بارزه. تمام، الخطوه اللي بعد كده هجيب اللون ده يا اسود مائي من ماركة جريماس باستخدام فرشة صغيرة. الفرشة دي على فكرة اصلا فوق يعني لانها ناعمة جدا، هي اصلا بتاعت نيل ارت، كان اشتريتها من رويال بالم في شارع عبد اللطيف بالموية عادي. هو مجرد ما يتبلل النوع ده من الاي شادوز بيبقى بالضبط بيشبه انجلوت. انا ما قصدي ان اعمل ايلاينر، كل قصدي بانه اعمل الجزء اللي هيتركب فيه الرموش مور ديب لون. الخطوة اللي بعد كده هرسم الحواجب. انا حواجب اصلا معمولة تاتو، فبس بعمل فيلينج للون. استخدمت فرشة مشطوفة مع البودرة بتاعت الحواجب لونها بني غامق من ماركة مكياج. برضو اذا يتعمل يتبلل شوية بيبقى اللون مور انتنس. انا حواجبي ما ينفع يتعمل فيها الفكره بتاعت شعره شعري، لا اكون قاصده من البدايه. الحواجب يلا حبيت انظف من تحت، جبت فرشه مسطحه وبنفس الفاونديشن اللي كان استعملته في الاول. كان استعملته فاونديشن كان ستوب اون ستوب من NYX، هو فيه كونسيلر اصلا عشان كده استخدمته هو نفسه. مسحة خفيفة ومعاها تأكيد، يعني طوالي شكل الحاجب بتغير ببروز كده. بطبطبة خفيفة بس تأكيد لتثبيت الفاونديشن أو الكونسيلر. هوس بتاع نظافة، فرشة كبيرة بتبدي تمسحي تاني تحت العين. اهم حاجة برضو اللوك النظيف، يعني شلتها بودرة وبديت امسح انظف. بعد كده هجيب الماسكرا. عندي الماسكرا دي رفيعة من ديرماكول، الماركة دي جميلة جدا. الماسكرا بتاعتها الفرشة بتاعتها سيليكون ورفيعة جدا جدا. بعد كده هجيب الرموش، رموشي دي 3D مينك، شعرها طبيعي بستخدم لغاية 30 مرة مع المحافظة. وقعت مني طبعا، بوري عليكم فوقعت. تمام، ما حصل لها حاجة. المفروض هي لما تكون لاصقة، هي هسه ما لاصقة لأنه أنا استخدمتها كده، بتطلعيها بالراحة شديد
من الجزء الأساسي بتاع الرموش وبتوزنيها على عينك. لو هي أطول شوية بتقصي الباقي من الجزء الخارجي للرمش. هستخدم اللصاق دي، لاصق الرموش ده رائع، اسمه نيروز، جبته من جروب في الفيسبوك بتاع لوزة معالي، اسمها البنت معالي أحمد. رائع رائع، هو أبيض لكن بيبقى شفاف، بتعمل اللزاق وبتخليه ينشف شوية على أساس أنه يبقى ستيكي والتلزيق بتاعه يبقى أسهل وأسرع. تركب الرموش، أنا ما بعرف أستخدمها بيدي فبستعملها بالملقط. عيني اللي تحت وركب الرموش. الرموش تعتبر كثيفة يعني، لأنه أصلا ده اللوك بتاع سهرة. يلا بعد كده تنشف شوية، نرجع تاني للباليت جاكلين هيل. وباستخدام اللون الأخضر الغامق بفرشة صغيرة داير أرسم أيلاينر لعيوني، ما داير أرسم أيلاينر أسود، داير بنفس اللون الأخضر. الرسمة بالفرشة الناعمة دي تمتد لغاية برا العين على أساس إنه يتوصل مع الشادو، يكونوا قفروا مع بعض. وببدأ أدمج على أساس إنه ما يكون لون محدد. اللوك اللي هو يعتبر سموكي أو ديرتي لوك، أحلى حاجة فيه إنه ما يكون محدد، كله يكون مموه. هأعمل شنو؟ بفتش في فرشة تانية على أساس إنه أشيل من اللون الانتقالي البني اللي قبل عملناه في الأول، مموهته برضو مع اللون الأخضر تحت العين. نضافة برضو بالفرشة الكبيرة. بعد كده هاي فرشة كبيرة مدورة لكن في نفس الوقت مشطوفة مايلة يعني بالجنبة، هاجيب من Forever 52 البرونزر او الكونتور باودر، بعمل من في الفرشة وبنفط برضو الباقي. انا وشي يعتبر مدور او مربع وعايزاه يبقى طويل، فبعمل الخط بتاع الكونتور مائل وببدأ ادمج. بفرشة كبيرة بشيل برضو من الكونتور وأبدأ أكنتر المناخير، بعملها من فوق. أنا بالنسبة لي بعمل الكونتور بادي من البداية من فوق
على اساس انه اعمل عمود او اوضح العمود بتاع المناخير يعني. تدمجي وتدمجي وتدمجي، برضو المفروض ما يكون واضح. الخطوة اللي بعد كده بجيب الأناستازيا هايلايتر اسمه بيرفكت إكلا، بفرشة صغيرة، هي أصلا معمولة مخصوص للكونتور والهايلايتر. مباشرة بشيل منه وببدأ أعمل في الجزء اللي هو يسمى كرسي الخد فوق الحتة اللي بتعمل فيها الكونتور في العظمة دي. أنا بحب الهايلايتر جدا، بحب إنه يكون لامع لامع يعني. في تريك جميلة بإنه ترشي مست أو مثبت على وشك، وقبل ما انه ينشف لسه ولسه بشرتك ندية يعني، تشيلي من الهايلايت وتبدي تطبقي. اللون هيتضرب في 10، القوة بتاعته هتتضرب في 10 وهيظهر جدا جدا جدا. انا بحب الفكرة انه لامع 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 يعني. هي الانستازيا هايلايتر ده حلو جدا، بس فيه مشكلة زيادة، فيه انه فيه جليتر. شايفة اللون بيبروز كيف الحركة بتاعت انه وشك يكون رطب؟ اللون بتضرب في 10، جربوها الحركة دي. شلت بيه أصبعي على أساس إنه أعمل فيه طرف الأنف، منها العمود ذاته بيظهر. ببدأ أخفف الحدة تحت الحاجات كلها اللي عملتها دي بفرشة كبيرة. عملت بالهايلايتر في طرف الشفة الفوق. في حركة ذكرتها انه انا بالبرونزر او الكونتور ببدأ اعمل في تحت الفكين والرقبة وكده، الحركة دي بتخلي الشكل بارز اكتر. الخطوة اللي بعد كده بشيل الماسكرا وببدأ ادمج ما بين رموشي والرموش اللي ركبتها عشان يبقوا قطعة واحدة، وبشيل الكحل ده من جيوني اللي هو الجمال الأفريقي، جيوني الموجود في شارع المشكل عندنا. بشيل الروج دي، روج جاف في قلم من ماركة فوريفر 52 برضو، وببدأ أرسم شفايف. هو ممكن يستخدم لوحده يكون لونه مات، انا هستخدم معاه ويت ان وايلد اللون الموكا. بفرشة ابدا امشي كله على بعضه. عايزة اعمل بعد كده بلاشر برضو من فوريفر 52، لونه رائع لونه رائع. بنفس الفرشة بشيل منه ومبدأ انفض الباقي واعمل مباشرة على الخدود، شوية كده في المناخير والجبهة
بس توحيد للوك كامل. وكده انتهينا، اتمنى يكون اللوك عجبكم. كل التفاصيل والحاجات اللي استعملتها هكون مكتوبة تحت في الديسكريبشن بوكس. يا ريت تشاركوني رايكم، واذا عجبكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا له شير للي بهمهم. شكرا، الاقيكم مرة تانية. باي.